اولا واخرا الهي سبحانه وتعالى بان امهد علينا مهد لك ابنا وحان مهد علينا والدين تا قيمها يقايها بضل له ان انت ويرنا نسوا اجيبي يا دمان اخيارتا مرت شرفك يا علماء ينوتمت وحكلون ايغنا امهد علينا قيبتان ميديا إلهي بركة يونا سلف ميديا يو علم تي في بان رجوك إيغان آدان ومهد علينينا ما أنت هدفك يو جديد يو برنامج كان لين هاي وحو يهي مركزكي المبارك إديكيشن سنتا و مدهد تضوب لغوت كسونتن فران ayanti aan furnay waxaan balan qaadnay adu ilaahay idmo in muddo lix bilood ee ciyaalka yar yarka ah qabanno aan farta ku barno waxaan aad uga urdaaranayna ciyaalki lix bilood bilbaan ku darnay toddoba bilood baan marayna bishaas aan dib dhacnay sababo jira dartood waan ka urdaaranayna sababuhuna waxay ahayd ciyaalka isku mar kuma wada iimaanayaan عيال واحد جيرو لابا بلود كليا نلا جوغو كوا صدح بلود نلا جوغو كوا شم بلود نلا جوغو كوا تدودو بلود بان نلا جوغو داد كي با قلو عمر إيمان إيسا أو حال مر إسلامين إيمانين سيدا در تيدوان إسو يرى الرهيب نيو وحا إسن يري بالإنتي إسكي سو غاريان مر سياسان بيشة تدواد وقدر ساني بالإنتي كمانا بحينه إلا داسان نغو تيميد كنت مانتنا سومالي دو حيتر هذا وايل هرتي سالوغو برحا دار اف سومالي كرنا يسان كل يددك والله سومالي انك ستو او هدي كان يلي يميد حوغا سجول لنغوية اف سومالي اسكال ضعيفي عيال كير كهد مابا كرنا يان سومالي كوا كلب قلو ناكسن او آد او كرنا يسان والهلا يا وحاربنا مركا انان وحي ان انت هيني انال عركتان oo xafladan xafladii ka horeysay ee ramadaaniga ahayd ardada guud bay ahayd ayaga shaqo kumaysan lahayn ciyaalka yararka ee farbarka ah taasina kulay commentiyada laga bixiyay iyo sidii ay waalidiinta ugu farxeen waad wada ogsoon tihiin tan maanta inaad nala aragtaan idinkana aad commenti ka bixisaan runtii ardaduna waxay noqon doonaan laba qaybood laba qaybood buu noqon doonaa waxaan soo bandhigayno qaybta koobaad waxa weeye ardayga inuu wax akhriyo wax inuu akhriyo buuga green green buuga ee dhameeyay in meeshii loo kala furaba uu akhriyo ardayga kadibna inuu asaga qalinka qaato ereyo loo yeeriyo oo uu qoro hortiina uu ku qoro taasi waa hadafkii ujeedada aan leenahay waxa ku jiri doono kitaab aqiida oo ayagana ilmaha yararka la baro inay ayagana soo bandhigaan hortiina ay ku akhriyaan iyo anaashiid yar oo qurux badan oo aan ugu talagalnay in barnaamijka cusub looga dhigo ardada kale ama markaska qaybihiisa kala duwan دروس بدن باكا سعوتو رنتي قيبت أردادا دلانكا إيا قيب هو يوينكا أوهي والله ودا قيبوت قيبت دلانكا قرآنكا موادا أنسينا وحا أغوه الرئيو قرآنكا إيو معنيه سو تفسيرك لبرو أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيو عقيدة ده iyo fiqiga intaba waa la baraa qayb waxa jirto garab socoto oo hooyooyinka aan ugu talagalnay maxaa yeelay hooyadu waa bulsho waxbaratay hooyo waxbaratay waa bulsho waxbaratay qaybta hooyooyinka ana quraanka iyo tafsiirka iyo luqadda carabiga iyo siiradaba way u socdaan fursadaas qaaliga ah cidii ilaahay u nasiibay unbaa ka faa'iideysanayso عدي كليتو اونان هدا كورسو اسيبين اما انا سو هليلين وحان لانا هاي
ولي فرصدا نجا بنان إيه فرصدا كوبا بابنان عدي كفا إيدي سنة يدنا وانو إعلامنا إنا إن أي نجلا سقيب جلان رنتي إيه مرة بقى إنان هذا الكديريو إنان إيه برنامج كني هري وجود جلان جعلهاي برنامج كا مركو وجوه الرئيسه وحنكو فرفران دونا آيات القرآن الكريم كا ونو آخرين دونا أرضي كم إذا أرضي ده ديجتهم مدرسة ده أصلاً أقول يا هذا عبد الحكيم حسين عبد النور صدو عبد الحكيم الله كبركه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ما شاء الله ما شاء الله جزاه الله خير عبد الحكيم. رنتي أرضي جاس أرضي تحفيد دكتما أهان وأرضي إسكول كنا دكتو مدرسة كنا دكتو أود أقول بدن ونكاسي أنكو بحننا واسبت دي أحد iyo geyrkiiba dadka ninka lamidka ah fursadooda ugu qaalisan waa maalinta sabtida iyo xadda ayamaha kale amin gaaban 12 iyo wixii ka dambeeyay iimaanayaan de arday asaga badalan oo iskuulka ku soo daalay amin gaabanna jooga lagana yaabo inuu tuushan guriga u sii fadhiyo waad garanaysa culayskiis ninka oo kale haduu hadda maanta taxfiid ahaan laha ما شاء الله كنتي وعليكم السلام ورحمة الله وحان ننقارئ هل وحساب تمو نقول لها لكن وحان رجينا إن شاء الله أيغو اسكول كدكتا إنا صو صار نقراء بإذن الله تبارك وتعالى وحان نقول حيو دونتو كلمو سودوين و أرضي أرضا كامد مركز كونو سو جيدين دونو انتان ارضي قويرين وحان نوصو بيري شيخ آذن امامكي مسجد بن حنبل يا شيخ حسن خطيبك مسجد بن حنبل يا شيخ صلاة دوبو واساقنا كمدا بحضة مظلة المدارس القرآن وحاكلونا لفد يا مديركي مظلة شيخ علي حيدر ودكسونته نيروبي دان امكايا دان وحيلاذا هاي dalad ay ku mideysan yihiin madarista quraanka kariimka oo markaskeenana uu xubin ka yahay waxa kale oo nala joogo sheekh ibraahin nakhci sheekh ibraahin sheekh maxamed wa nin qari ah asaga un baanan ugu yeernay in uu ilmaha imtixaan ka qaado laana hadaan anaga dhahna imtixaan baan ka qaadayna waa jugjug meeshaada joogada waxa leedeen waa qashbaad subaxiisay marka nin baan banaanka oo keenay isagu baan waydiin doona wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala waafajiyo wa arki doontaan insha Allah waxaan u yeerayaa ardayga la yiraahdo Cabdiraxmaan Maxamed Mooge oo kelimo luqadda carabiga ku baxayso oo soo dhaweeyna inoo soo jeedin doono fali tafadhal Cabdiraxmaan alhamdulillah wahda
والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحفل الكريم والسادة الأساتذة، آباء وأمهات الطلاب، زملائي وزميلات التلميذات، فإنه من دواعي السرور والفرح أن أرحب بكم أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي الطلبة في حفلنا الميمون وفي ساحة مركزنا المبارك التعليمي في صوت سين نيروبي كينيا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، كل باسمه ولقبه. نورتم حفلنا بحضوركم وشرفتمونا، شرفكم الله وبارك في سعيكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. كما أقدم أسمى آيات الشكر والتقدير للقائمين على مركزنا المبارك إدارة وأساتذة وعمالا فردا فردا، وإلى أبائنا وأمهاتنا الذين بذلوا ولا يبذلون الغالي والنفيس في تعليمنا، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. والشكر موصولا أيضا إلى كل من قدم يد العون والمساعدة للرفع شان هذا المركز. وفي الختام يقول إمام الشافعي رحمه الله عن فضل العلم: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت إليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما، كبير إذا التفت عليه الجحافل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب سبحانه وتعالى هبركيو إنن كاير كلمة ذاس قيمة بدا إنو سوجيدي وقتك أو عريري أدرتي وحان روائنا ببسيو ويو برنامج كي هدف كي وجديدي سي يدنتي أنا سكون نميد ولي ما أنا قارن أني ولي بحسوق هيا أرضا يرير كا بالقاب كي وحو أخرياني قاب كأي وحو قرآن وحان هدنا ويريا مدير كمركز كا الأخ الشيخ محمد موغي، فليتفضل مشكورا ماجورا. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب سبحانه وتعالى أيانو مهدنينا الله نصر تقليي إنانو هلكن قرقي سسكوين مانو نعموين آدو ترابضان الإسلام لماذا أقوه الرئيسانا إنو أقوه ديستي ربي قاس أيان مروا البمهدنينا وحان كالون كم هذينينا دمان كسوقيب قلياشا حفلدن لغو شرفا يو أرددين قيبتا كقذبتي أخرنتا يقريدا أما فربركا كقذبتي والدين تينا مرت شرفك دمان تدوان كم هذينينا علوم بدنا نلتشوكتا وان مارتي لغيابين دمان مقعدو بدا شيق كرين ووهو الرأي شيخ سلاد وسيدوري بالوشي قد الله كترتن شيخ حسن سلاد عداد وخطيب إمام بقى إمام آدم شيخ إبراهيم أو امتحان كإنو قادي دون أو مدير كمركز التبيان أو نين مفسرة وحين لتشوغا الشيخ علي حيدر ونين كاس قميص كعاد حرانا قذا شيدة فديه علم ذا صدن وان مهدينيا أو شيخ علي حيدر ومدير كدلدة دارس القرآن ككريمك معلمين تي أرددا ما أردت هل كان فردي ذا وقت قودي قليي أو وحبرينا أيغان آدبا نغم هذينيا قارهان معلم كقيب تفربرك إنو حلسارنا ومعلن حمزة وحن لا يهجزه الله خيرا إلهي أبركه سبحانه وتعالى وقت أنا ربينا أنه كديرانين ونسوكوب مركز كان هل كان هذا مقعيسات كمقليسين أرددين كؤمنتين أما مركز المبارك التعليمي ومت كمذون مراكز قرآن كيدين تسلام كشر لغبرته أساسيات كذا dadka ka dhigtana sida hore loo sheegay waxay isugu jiraan caruur yar yar oo dhowr qayb ah iyo hooyooyinkii laftooda fursad uu markasku siiyay si ay wax u bartaan iyagana hooyooyin badan aan la jooga wax ka barta markaas oo ka faa'iideystay caruurta yar yarka ana waxay isugu jiraan qayb full time jooga oo tahfiidka ah qaybta waqtigooda dhan maalinkii jooga shanta maalinba si caadi ah u jooga iyo qayb waxay isugu jiraan iskuulada dhigta oo waqtigooda half time kooda jooga
انت بوحان انت تبرت ان يد ذلك ان اسكدينا اني ما ركتي اي وحن ان غفا اذا دينت الهي اي برتان مركز كني وحو ما ركتي وتاغن هي رسالتاس انت اي معلمين تي امام الكيسب اودان اني غوتان وحانا جعلنا هاي والدينتنا اني نلشقيان او يدالان سي المهن و ان نقدان دد ما ركتي مستقبل امه الاسلام كان وح في عن اوغلا حي الى واحد اوكتيين حلغنا هدا جوغنو او حسيد مدن علماء كا هادلين غار اهان قدبدي هدا ودنبيسه مسجد كسيكس كون كتكده درات حلغي هادلي اني جيران دد فافينيو ما ركتي بوغاق يرير وعقيدة كريشتان كاي كو قرنتا مسيح مسيح يو إماو ين ماركتاي دين تنبت قل يدا إيو أرمها كهالله مركا عرورتي نان لوي هدف كإليه روح وين ودين تي سواح كفهم سن مدوف سن كانار انت بضل مركا كوباني إن قوبها نو كالا لكينو ودين تو دي لبارو ولو قد ديغو ماركتاي قطر تجرتو ومهم علمدن وي كهالله وحانا في ليا دامانتين دادتكو فيسبوك دي واي ودا استعمالان سوشال ميديا سو سيدنا الوقي بينيرو بحافظه ضدنا ويكوقي وبوغا يركع اي مارت وح معنا وين وكو قرن وجرين عقيدة فاسد كامركا ميلها لوغا بتبادي كرو وين جوبها دين تلقو برتو عروت تلقي ومركز كان كمدي هاي قران كلي عروت ما برنو سيدا الاركي دونتا يري يركابا او هذا فرتو اندمي لفتو ذات توحيد كقيب كمدة صوبا ديكي دونا كوبا كالي ويلشا واوين يا كبدها واوين يا كوبا تحفيد كدكتو iyaguna kutubaba loo akhriyaa oo caqiidada kamid yahay oo fiqiga kamid yahay oo hadiistu kamid tahay siirada nabiga ay kamid tahay iyo tarbiyadii oo la socoto xilliyada qaar de waxaanu siinaa in la waaniyo lala hadlo caruurtu mararka qaar de waxay u baahan yihiin jimicsiye in meel ka baxsan xaafada la geeyo ay soo ciyaaraan iyada lafteeda waxaan filayaa muddadii aan hadda jirnay oo todobaad bilood ah ila dhowr mar baan caruurteena kaxaynay meel ay ciyaarayaan aan geynay inaga waalidka dib ugu noqonayna oo dhihin shilinkeena marka inagu jeebkeena iska maamulnay taana oo farxad baa ino tahay oo waxaanu dareemaynaa inay tahay in wax kamid waxyaabaha lagu dhiirigelinayo caruurteena inay jeclaadaan goobaha waxbarashada waxaan codsanaynaa marka inaan baraarugno dhamaanteen wada shaqeyn ay jirto caruurteena loo sheego in maaragtay diintooda wax walba ay ka muhiimsan tahay qatarta jirtona waalidka oo uga sheekay macallinka li lagu deynin in maaragtay laga wada shaqeeyo arrinka waa muhiim وحن الله ويدسننا سبحانه وتعالى مركز كان يمركز تكلا إسلام كل غبر تبونه بركة يو سيد حافظ يا مركز كوبا مبارك لو بحيون إلهي دمان تاني نبركة يو عد كستوع كسوق بقشنا مرة ريا مرة دم بابو حن ليها أدب وما سنتين وحن جعلنا هاي وح كستوع ومدا وح ترلا عرورته إن عقيدة ذو دي دين تودا أي كبرنا يان إن أنا وقف إذا إنه أنت أنا لكن شغنو إذا كنا أنا نلاو ذا شقيسان جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهد بأما سيئة الشيخ محمد موي رنتي وحنقلينا امتحان كي أرضضة إن شاء الله مديرو كوان بانا رمنا إنو كل ماضو مانا بدنا أرضضة أفري طبان أرضي وي والدينتنا هادا نرشقيو ومركز كان أرضضة يقول لكتان مدو أنا جهاد دلوقتي سنة كبرنا بعد معلنا هاي والدين تمركا صدح قيود واي قيود أفراد ما بجتبا والد والبا قاند دو كجلي أسرع أم با إسكي إيجي دهنا ومدو حوية وعشان قرطور دوكس ما تجري ها المي دوكس ما أذن ها ملاقي ما أذن ها عنو جد دوكس ما أذن ها بس اللي هي بقى الله لحد كان عل يا بارموك دوكس يجي بس qaar ba qaanada ku jiro marka waxa loo bixiyay shanqar dhowr shaqarta dugsiga uun bas culkiisa muxuu bartaa dugsiga ma aaday ma ka yimid ashar ma qaatay ma qaadanin shaqartaas asaga ku filan xal yaa shanqar dhowr waalidka asaga rag iyo dumar wuxuu doonaa in noqdo mid kale labaad ba jiro xaraf dhowr ba leeyahay ardayga xagee maraya hooyo xagee maraysa aab xagee maraysa juska shanaad juska tobnaad waan dhameeyay ma sha Allah xaflad u qabo muxuu dhameeyay war uma haya asaguna waxaan aragnay oo nolo keenay oo hadda markiiskan kaliiba ahayn oo meelo badan aan ku aragnay ardo la leeyahay quraankii bay dhameeyeen waxna aan qori karin wax
waxna aan akhri karin xafladna loo sameeyay waa dhibaato marka kaasna waxa la yiraahdaa xaraf dhowr juskeed maraysa jus fulan ol wiilkeega amu maraya wiilkeega baqar uu maraya hadda korba waxaan maqli jiray Soomaalidu waxay dhahdaa ilma subax galayo hooyeen xala intaan amma ka bilowna yaan ya tasaaluna ku geeyne ol war arurta macallinka jub suuca ku dileeyleeda maamadi leed baala يا سأل سأل ميا سومالي ذو قلبه وجروب أنا عمان أنا عم يتساءلون مركا وأسك حرف نور وسجن حاجة وراك واحد مية بس واحد يباتوا أصلا متك صدح هذا أضم بيا وحلي هذا حركة نور حركة ذا صول الصعداء ووالد سوجي ذو ووالد حساب طمية ووالد عرقي سوحو أخنا يؤك ووالد إنه ما أنت عشر قاتي إنك لأك ووالد مركي وعنق ما أنت أوصن عشر أما مراجعة كبحين كصوع هيو كده هيو ور أرضي جيج محا كده ويلك ما أنت عشر كم حوق بحواي قبل ما أنت مراجعة اللي قبل دقي سنين محاد عاي حرف دور بالير هذا جوشن حركة دور حركة دور بالير هذا جوشن وحي كدرتا والد كا حركة دور كا مركو حرجين هنا إن هذا وضع النقطان حركة دور أو ست لبعض نول حساب تنتان oo ardaydiina aad ka war haysaan ardayga inuu cashar qaatay inuu san qaadanin inuu muraajaca leeyahay inuu san muraajaca lahayn inuu ma taqaanaayo kitaabki cashar kale leeyahay inuu tawxiidki qaatay in tafsiirku u qaatay arda badan waxa jirta markii casharka san looga baxa breega iska gambinaya hooyadii waa ogtahay aabihii waa ogyahay dugsigu ku noqon ma dhahay waa dhibaato waa khatar wixina waqti baa ku socdo marka waxaan rajaynaynaa inaan dhamaanteen dhexda marada isaga dhigno oo aan wada noqono xaraka dhowr haddana waxaan u gudagalaynaa oo isaga dhexbaxaya al-akh al-qari sheekh ibraahim nakhci iyo ardada intaanan sheekha ku wareejinin waxaan ugu soo biiray sheekh abdulqadir maxamed aadam wa sheekha qaariga macallinka macallimiinta Nairobi ilaahay asagana ha barakeeyo oo ku mahadsan yahay inuu naga soo qayb galo falyo tafadal sheekh ibraahim adigii ardaydi baan isaakin dhabaya ardada 14 arday weeye arday walba waxa la weydiin doonaa 4 ama 3 su'aalood oo qaarna akhris ay yihiin mise waxa ay 4 su'aalood oo akhris ah iyo 3 su'aalood oo qoraal ah sheekhan ku wareejinaya soo dhowo sheekh barakallahu fiik ardada magacyadoodina waad wada haystaa soo ma بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أن إلهي سبحانه وتعالى يا مهدسن الله نسوغارسي مالين كان وفرحدة وأردي ذينا إيكا قلن جبنا يان فربركي مرك إن شاء الله تعالى وحن كعذر دارنا يا شيخ حسين هذا الكويري يعني القاري أنا الشيخ يجيبه ماشي فديو تايد وحن كعذر دارنا يا مركا وحال إيسا وكي شيء أي مديرك يا مدير كحيانك مركز المبارك التعليمي إن امتحانك قاضه أرديدا لصوص شاقي وكا كوان أوري وطبنك أن إن شاء الله تعالى أن ساد أركيسان وراق دا مقعيوض باكو قرن وأن انتسي صوما يا وراق دا مقعيوض باكو قرن أن وحي أخرين أنا بوغان أيان كوي دين دونا إن شاء الله تعالى أن وحن أويا ريا نجيب عبد الفتاح نجيب أقد سأل دراء بصد شفع بارك الله فيك أوكي وحقرت سبح سبح سبح
جلا عجلا. الحقك كسب كسب. اوكي وحاطرتا فتح فتح. كيف فوق نجيب ف ف ت ح. ما شاء الله بس جميل ما شاء الله. وحنا وحيد عبد الله جامع. عبد الله جامع أو كرسيس هاي آخرك سكن أنت آخر. شفع كفف ك ك ك ف ف هاي كنا حرف كم حاول حرف كم حرف كم ث كان ثأبة كثير سفيع حاول ك ك ها ث ش ك ش ف ك ش ف ها كنا خمسة. كان سرعة. ما شاء الله بارك الله فيك. هيا اوكي شكر قر شكر ش شكر. اوكي شغل ر فعل حسن. اوكي وحبرت ر ف ع ر ر ر ف ع. جميل رفع ما شاء الله. وحضرت مدح 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 ح. اوكي وحضرت ركب ركب. ما شاء الله بارك الله فيك. هو يقول لي سجل لا ولا خير. وحنو حجة أميمة عبده أميمة هاي هلك آخر. فرس شغلة بلغ فقد نفع. ما شاء الله. اوكي وحقرت كرب كرب. ترك ترك. عبد عبد. سهر سهر سهر.
شاء الله فوق وليستي الله يبارك فيك. منيرة عبده، منيرة هاي با عندها فقر صدر هاي باقعة باقعة سلاقة سلاقة صدمة صدمة ك كتب كتب اوكي بس او بس او بس او بس او حرف الضمه بس او بسط صار فسد 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 د حرف مضى بالسفير فسد د فسد فسد هي اوكي وحا قرتا ثلب ثلب ث ثلب لا ب ثلب ب ثلب جميل اوكي وحا قرتا كرم ك ك ر م ك ر م ما شاء الله بارك الله فيك هيا نا نا كا كا استعمل افك صار نا نا صح عطنا طرق عليها نا كاس ضرب حضر رفض جميل حضرت عبس 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 اوكي وحضرت ف او د ف او د ف او د فقد فقد اوكي وحا قرتا ش غ لا ش غ لا ش غ لا ش غ ش غ لا ش غ لا حرف كذا حس كيف يرد معاد أحمد معاد هاي الشيخ معاد لا ما قفتكن كعنتا فقص كعنتا هاي لا ما سا كان استعمال هذه ق لا ف ف ص لا ما ر ج ان شاء الله حاط قرتا ما روجا قر ما روجا ما روجا
مقر قريها فرقت ميول امس يا ما راجا ما راجا مقر ما راجا ما راجا مغرد ما راجا اوكي وحاقرتا كتما 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 هاي جميل كان مرك بس عندك قبت وقبت كوات قبت الأوات بنقلينا إن شاء الله تعالى وبالله نصمة أي وحق تام أطيع 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 ما لغز والديك حرف رجولي صغى بالي صغى بالي والديك أطيع مغرتين هيا والديك والديك تفلح 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 أطيع والديك تفلح وذاكر 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 كر ما فهمت كر ها وذاكر ما قرتين يا وذاكر كر ها بإخلاص بإخلاص بإخ ها بإخلاص 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 ما قرتين يا اوكي وها قرتان فسبح 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 اوكي ما لقري وها قرتان لا اعبد لا أعبد لا أعبد اوكي وحقرتان عليما عليما
عليما عليما يا مئة عليما عنو المؤيس أقول مرك عليما عليما مالو وولدو أفكار وين أفكار كثيرة بس أنا أعمل كيسة يعرضه ما هي عادة تفيرني هاي سبعة أولاد مالو وولدو جميل بارك الله فيك هاي أنا مش سؤال برجع مدام عشرة وصل أنا هذا سؤال لو أنزل أنزل على النور أنزل زود صح نور بهلال أيضا ويدين أو أنزل مهمة دو أين قف آخر كرا أنت أمويا أيوة هاي فما سله كما سلي اسكسح ما فحيط اسكسح فما سله كما سلي بارك الله فيك هاي صرر صرر محمد عبدي محمد عبدي عادي فضل which one this one no problem good على أثرهما استفيد كويل هالمرة على أثرهما على أثرهما استاذن كارب بارك الله فيك هاي فائزة محمد فائزة وقتل داود جالوت انت داود ولا داود دا داود انت الداب يا داب حسن اوكي جالوت اوكي نكت فرنس وقتل وقتل داود جالوت ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله فايز عجيب حمزة عبد الله حمزة يا انت فين انت انت اخ معه مع قهورون معه أقاه هارون عجيب سبع مرة خلق الطلاب يا معه أقاه رونا أخاه رونا أخاه هارونا بارك الله فيك عبد الله محمد عبد الله ابن الشيخ هاي انت بما كسبتم أتريدون ما شاء الله بارك الله فيك هاي محمد يوسف محمود أفضل أفكر قوية أفكر ما أكي ويا سماء ما شاء الله بارك الله فيك
أحمد محمد طب أحمد عفوا هاي ما يشاءون بارك الله فيك يا قطربت يا أحمد يا ما شاء الله جزاك الله خير يا ما شاء الله عيالك وسام كيسان وعدد يا سام ما شاء الله هذا السنة يا شهر غالي محمد هذا الغالي الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مركه الله بامه سبحانه وتعالى الحمد لله أولا وآخرا الحمد لله الذي وفقنا لهذا لولاه لما اهتدينا ولا ما وصلنا إلى هذه المرحلة الطيبة المباركة بعد ذلك مركز المبارك آب الأمه سنتين معلمين يوالدين يمامل يا أرضي رمانتي حفل دا قروح دو بدن عرورتا أتكسو دداشين أثفرت برتين أصولستين روحيا وجسميا وعلميا انتبه أدبانو ذكي ما هذا علنا ما هذا ذكي قارتو مركوري إلهي سبحانه وتعالى الدين تيسو دينتا ونا قبضا دينتا إلهي سبحانه وتعالى الدنيا دا أو كو إصلاحيي دتك يكو إصلاحيين كو ناكسنانيين الدنيا دا يكو ناكسنانيس بدونها أنا بشرية دو هذا ركتين إن نجرين وحي كو جوغيسة أي كو جريسة وتعليم تعليم تا أنو هدا كو نحجرنا بي أذي دمانتو تاسي أي كو جريسة دين تا إسلام كا تانا وحي أباهن تاهي عد والبو حلي قادن أي مسؤولي دسكا ساصرتو نفت هذا يكود داشو وحبرته دين تا رب سبحانه وتعالى إنه افتمني سحق باطلكو إن قفك أو كود دال مركور نفتيس أو كرفعيو جهلك أو كرفعيو ثانيا عد إلهي مسؤول أو ودقي وأي عرورتيس أو قهر ريسو إن أكد دالو أو كسار جهلك أهر سيدو تعليم وحبرشو وناكسن تأقوه الرئيسان واتا إلهي لغو قرتو سبحانه وتعالى دين تيسا لغو قرتو حقا لغو قرتو باطلك لغو قرتو أخلاق دا مبادئ دا وناكسن لغو قرتو تواحا أقوه الرئي قرآنك علمك وحا أقوه الرئي قرآنك علمك وحا أقوه الرئي وكتابك اللي سبحانه وتعالى إلهي أكفر فرطي أول آياته أنزلها على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ ومن القراءة أخرم بالفر النبي قلنا صلوات الله وسلامه عليه أول وحي عليه وحواها اقرأ أخر النبي محمد القراءة والكتابة وأداة الكتابة وقلم كأ أي إلهي وحيك نوغفر الاسم الأكرم أي إلهي نوغفر فرطي سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان نعم مركا مهمة وحي تهي إن أنا كد دالنو نفتينو إي عرورتينو إي أهلكينو إي بلشدينو إي أمدينو وأنا برنو حقا حقنا وحاقه الرئيو كلامك الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى في سورة طه
وحو أمري نبينا صلوات الله وسلامه عليه زيادة العلم أقول رب زدني علما آية داسي وحي دعدي في سورة طه بقول توني أفر آية بقول توني أفرات قرآن كان وبقول توني أفر سورة ضدوية مرك علمك إلى هاي اللقاء بريايو اللقاء توقع ينو زيادية نبينا الله أمرايو أنك أنا قدما قور عنا مرك تابعونا هاي وقرآن كأي أقوهر ريو إلهي وحو أماني ذلك قرآن كأخريو وإلهي كعابد قرآن كأخرين تيسو وتجارة مع الله أعظم تجارة وإلهي للقلو وقراءة القرآن إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور تجارة أنا خسار لهين أنا بارين وأنا خسارين وأنا أنا بيع وينين وأن سوق وينين وله خسارين أي وقفك سي إلهي لقلي سبحانه وتعالى وقفك إلهي كتابك سكو حرمه كتابك إلهي أخريه سلفك وحي أورنجرين عرورت وحن برينا قرآنك سا قرآنك وحو برايا أخلاق دواناكسن إي مبادئ دواناكسن إي علمك أي قرآنك برايا أنا قرآنك يانو برينا عرورت أن قرآنك كو بربارينو كو تربيينو مراكز تسيداني إي مركز كلمت مركز ككن إي مركز كيست لمتك إن نحوجينه قرحينه وحيارها وبهي مركزك أن كددالنه معلمين أن ديرجلينه أن عرورته ديرجلينه أن قرحينه إلى لينه تاسا نقل ربا ولا ليال تاسا إن دين تا إسلام كوسي جريسا تاسا أمد كوسي جريسا تاسو جيل كان كوبت بادا يا جيل كلو كدن بي لأن جيل كان هدا عرورتي سو وحبرا يا أسقى الله سو بري وي أسقى الله سو تربية وي أسقى مدارس لجي وي أسقى الله raay weeye asaga lagu canaantay weeye asaga xoolo lagu bixiyay weeye saasagan caruurtii ilaahay u siiyay ayu ku dadaalaya hadii anaga kan aanu dayacno ka ka dambeeyo oo kan ka farcamaaya ayaa asna dayacaya ka dambeeyana waa uu ka sii darnanaya oo uu sii dib maraya sa umada baabaysa diin la'aan bay noqonaysa akhlaaq la'aan bay noqonaysa tacliim la'aan bay noqonaysa quraankii baa laga fogaani sunnadii baa laga fogaani waa la xumaan xiyaadan billaah sida kale iyo lagu wanaagsanaanayo waa taa hadda maanta aan u fadhina ee tacliinta tarbiyada ee culimadeena macallimiinta noo soo bar dhirgay weeye markii ska dhowr bilood ka hor macallimiinta ayadoo cilmaha ay cilcilinayeen oo ay maartay dabdin la ayhin oo iga fadhiisan wax ku bar laga laaya ayaanu mar soo booqday maanta farxad bay noo tahay in caruurti ayaga aha si qurux badan ay noogu soo bandhigayeen wixii ay barteen oo ay geesinimo ka muuqato oo ay dadnimad ka muuqato oo ay shakhsiyad ka muuqato wixii qor la dhahay qorayeen wixii maartay akhri la yiraahay akhrinayeen oo si qurux badan oo degan oo ay musigiin oo degan waa farxad weeye waa dadaal bay arinta ku dhama ku timaaday weeye دلال كاسي إن أتسي الله بلابتان معلمين إيو والدين إيو حافظ إيو مامول إنت بإن أتسي دردر قلسان وأتسي حوجسان تاسو نقرأ يا دردار كأنك هو إيو إما هد علين كدب تاسا نويدين دردار مينا إلهي سبحانه وتعالى إذن وفجيو الله إذن قوليو ما شاد يدا ديلا في عمبا كم مغطو وحا كم مغضو وحا مارتي اسكو هلين لها يا كم مغضو عرور سلا كحفظ بضن قرآن كأدو حفظي دين تبرتي دل ku dadaalay ayaa maartay halkaas ka muuqdo waana si wanaagsanan doonaan hadii anaga aanu dowrkeena ka qaadano ka waalid ahaan iyo ka maamul ahaan ka culuum ahaan intaba taas aanu idin dardaarmayna allah idin guuleeyo allah idin darajeeyo sheekha wuxuu mar hore tilmaamay inuu yiri waalidka waa u qayb sama hada sidaa oo kale macallinkana waa u qayb sama macallinka waa u qaybsan macallimiintu way qaybsan yihiin sida waalidku u qaybsan yahay ayuu macallimiintana u qaybsan yihiin macallimiintu ayaga laftooda aqsaamtooda ma la sheegaa ya mid aadiga waalidkum baad tusaarantiine macallimiinta lama sheegaa ya waayay جزاكم الله خيرا والدك واسعه شيغي ومن واتري دور ويا من واتيه دور تيدا ايا اوغو مهمسن علمهيده مخوبرتي علمهيده ددنميدي سمحا كو سوبيري عقلي سمحا كو سوبيري اقونتي سمحا فهمدي سمحا كو سوبيري وها هو حافظن يحي ما هو كو كلسون يحي ما سحن يحيين تاسل ربا ان لا ايغا ويا هدي معلمينتنا وها هو معلمك علمهان وا لوغو كيني يمكن ما خا لوغو كيني علمهان ان واخ برتيد با لوغو كيني ان واخ كبدشيد با لوغو
cunug waa macalinkii hadii macalin wanaagsan uu cunuga gacanta u galo cunug wanaagsan buu noqonayaa hadii uu macalin ee maaratay aanan dareen badan lahayn tayadiisa ay hooseyso dadaal aanan lahayn wax garad ahayn hadduu gacanta u galana cunuga waa uu sii baaba'ayaa haddee waalidiin fiican iyo macalimiin fiican iyo markas fiican iyo xaafad fiican inay isheshi baan rajaynaya wax wanaagsan baan idinka sugaynaa wabillaahi towfiq ilaahay idinku kaalmeeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى الشيخ حبركيو عندنا وحسين يا إمامك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه وتابعين اللهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مركك بعد إله بأمهات سبحانه وتعالى عليه السلام نقل لي دين تامنا أكسن نسي ثم إنت أكدب وحامهات ولا له إدارة إيا والدين ee maratu nugu ka yeeray xafladan qiimaha badan oo Ilaahay kitaabkiisa in lagu karaameeyo lagu talagalay nugu casuumi ba mahadsan marka asaatida iyo mudirba iyo waalidiin iyo ardo iyo maragtay culimada afaadisha oo meesha fadhida dhamaantiin waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadal badan inaan jeediyo ma rabo dad baan iga mudan mikrofoonka marka sheekh abd qadir jazaahullahu khayran asaga tilmaamay wixii muhiimka ah oo goobta ku haboona sidaad ogtihiin ikhwani ilaahi ni'amka uu ku fadli insaanka waxa kamid ugu galad sheegtay inuu wax akhriyo waxna qoro aayad ku saabsanna waa shantaas aayadood ba kamid oo sheekhu akhriyo quraanka ugu soo hordagtay umadaana kuma koobno nabiyullaahi aadam ilaahi markuu abuuray oo khaliifatul ard uu ka dhigay waxaana filayaa inkastoo dib ka imid ardaygii qur-aanka ku furfurayna aayaad ku akhriyey aayaadka ka horreeya inay ka mid ahayn baa u malayn wacallama aadam alasmaaa kullaha nabi aadam oo bini aadamkaba laga bilaabay oo laga beeray ilaahay wuxuu ku sheegay inuu asmaado inuu baray magac kasta inuu baray oo markaa weliba malaa'igta meeshaas imtixaan looga qaaday magac shay kasta ilaa hadda ilaa yowmina hada shay kastoo soo cusboonaanaya nabi aadam uu yaqaana magaciisa sheekh maxamed macalin xasan raximahullahu tacaala raxmatan waasica oo aayaddan marfasiraya wuxuu yidhi in magac la barto wax kastaa ku hor yaa ku xiran buu yidhi oo wanaag ah horumar kastoo la samaynayna magac in la barto oo sheyga horta magaciisa la bartaa ka horreysa tusaale uu bixi sheekh wuxuu yidhi hadda masaajidkan joogno yiri dhismadiisa wuxuu ka kooban yahay dhagaxaan iyo ciid shamiinto ama ismid biro waxyaaba la isugu geeya alwaax waxyaabahaasuu ka kooban yahay waxaas haddii aan magacooda la aqoonin qaab loogu dhaqaaqo oo laisula jaan qaado dadka dhismada ka qayb galay lama garteen saa darteed waxaa loo baahnaan lahaa marka shay la rabo in la soo qaado ilaa magaciisa laislama yaqaano waxaa loo baahnaan lahaa in la yidhaahdo inakeena waxbaan raadinaynaa marka shayga la wala dul istaaga laleey kana noo qaado oo fakta lagu fiiqo laakiin haddii magaci la yaqaano iyadoo meesha la fadhiya ayaa shay wala magaciisa inta la qoro yaa la dhihi karaa intaa noola keena idan marka magaci laisla yaqaano bini aadanka wax isla yaqaano oo waxna la qori karo waxna la akhrin karo waa shay muhiim nabi aadan beeba ka soo bilaabatay sidoo kale waxyaalaha uu ilaahay uu galad sheegtay oo ku mani sheegtay nabiyullaahi ciisa waxaa ka mid ahaa وإذا علمتك الكتاب والحكمة إلهي وحيالها وقوق الله ديست وإن تحسط أتكم هذه سبحة نعموينك أتكم هذه نعلي سلدوني وحاكم إدباليني إلهي إنو كبرين الكتاب قرالك ابن كثير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير كيس تفسير القرآن العظيم مركو آيات تفسير وحولي علمتك الكتاب أي الخط والفهم وحاكم كبرين خطك وقرالك إي فهنك مركا qoraalka in wax la qoro waxna la akhrin karo waa asaaska tacliimta ummadaana waxay ilaahay ummato iqra haddii aan wax la qoreynina oo wax la akhrinayna cilmigan inta ma soo gaarinba saa darteed nabigeena cali sallallahu alayhi wasallam waxyaalaha lala soo diray ilaahay u soo diray waxaa ka mid ah alkitaaba iyo atilaawa attacliim attazkiya huwa aladii bacatha fi lummiyiina rasuula منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة مركو واقض بدا اسمه يمكن نبي الله صلى الله عليه وسلم كم يتاهي أخرس كأيو إيه تلاوة إيه مارتي وحبرستو
سادرتي قرست ما رأيت إن وحلا قرا وحنا لا أخري قيمة هي كجوا بت إسلام كأكتيس وحد كوا جرن كرتها رسولك عليه الصلاة والسلام غزوة بدر قال هذا المشركين تحت الضباط المركز لقى سوق فاش وما ذا حفروش الله وحكمه قف كي لعج سكب حواي نبي هو وقعد صديق ومعناها وحال وحكمه يعني استعمال أريجاس وحال وحكمه طبعا عرور ومسلمين تعرفوا هذا كم إنه فر برا مركو قرالك برا قالوا جو امتحان إنه فسحية مركا أتى زيد من الثابت رضي الله عنه صحابي جاس وهو أمري إنه صبرته فرت إيا لغة عبرانية ويهود لغة مركا إن عند رأي مرة به ديوان دواوين تعلم قرآن ولا قري مركا قرأ الكاسب وحول كوكو السودان صادرت با نشاعرة يا مركو قرأ الكهل بحيري العلم صيد والكتابة قيده قيد سيودك بالحبال الواثقة ومن الحماقة أن تصيد غزالة وتكفها بين الخلائق طالقة يعني علمك وأغار وحيالها أتكو أغار سنكرتو أتكو قب سنكرتو ضبنك وأهو حوي قرال هدبا أغارت أتصو أغارتي قرال كحر أغار عادي لو مجد لكن علمك معلوماتك شيخ شيقي وحدكو ku ugaarsan karto oo ku xiran karto oo xariiq uga dhig karto qoraal saadarteed waxa jira ma kutiba qarra wama xufida far wixii la qoray uu sugnaada laakiin wixii la xifdi uu iska tagi kara qofku waa iska hilmaan badan yahay marka inaan dheereey mara waalidul taagan yahay insha Allah ta'ala macallimiinta iyo madrasada juhud badan bay bixiyaan juhudaasna waxa ku kaman waalidki kelimad cajiib oo Sheikh Hussein uu ku faraajirtay in walba khaanid uu ku jiro uu isoo gaahay marka arbixun cusubna waan maqlayo shanqar maqal iyo xaflad maqal maxay ahay iyo waxyaaba jiray marka waa tasmiyad iyo in qaamus kale gali wax barashada kulli oo waalidiinta aniga waalid baan ahay kulli waan ku jiraa waan isaameeyneysa marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka bareynaa inuu naga dhigo kuwa mas'uuliyadooda si dhab u qaato oo na maareeyo ku tala gala ikhwani waxa muhiim ah isagoo Sheikh Hussein iyo Raidul Qadane waxa muhiim ah تعليمته مدن وروح ده إن قفك لقديس أو تزكيل وصمه قيبنا وحواء مدة قرالك ومعلوماتك مجردك وحيابها نروح حيران أو مشاكيشة أما أفكارته آتك أخلدن أو نغرقنيس مرك الله فيري لأنك جانب الروح وحوق أنصارنا وحانا مهم والدك استوى عرورتيس إنه الله صعدة وحيابها قصو كردي هدو سكول آده ee hadii uu madrasa aad hadii uu barnaanka ku soo ciyaaray laana muqaalkan kor ama boodigan ruuxda ku jirta ayaa muhiim ah macluumaadka waxa aqbalana waa ayadaas iyo qalbigaasi marka kuwaas umad badan baa u taagan inay wasaxeyaan marka wasax kasta ama saxar kasto ku soo duulo in la boorka laga jafjafo waalidkii inuu taagnaado muhiim weey qisas badan baa isoo maray hadaan idin kaga sheekeyay way iska ficnaan lahayd laakiin wax badan baad iga ogtihiin لكن وميكروفونك والاستبتاء جاي هاي إن شاء الله تعالى علوم أنا إجا مدن إن ميكروفونك يجهر مران جزاكم الله خير وبارك الله فيكم إلى توفيق دهنا وفجي نتيجة أدو قرح بدن وين موقتا هل كاسنا هل جسي وضع هدي والدك إيو أرضيك يمعلنك إسن إسكاشن وحب مصعنيان مرك إن شاء الله تعالى معلمين تنقرب هالون نقطة أن تعوق كفتن كوير درو معلنك يا دكتورك هدي أنا داعد لون نقنن أهلنا داعد من نقطة بيدي جنن عرفت إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرم أبوه معلنك يا دكتورك هدي أنا داعد النقنن أنت أنا جهر شو وهو الدين هرت لله إن الله ودوي لكن ما القشة قد بحسه بعدين أنا أضمن القشطة وبالله توفيق جزاكم الله خير بارك الله فيك بارك الله فيك تلمذح جوجي سيخ صبي إلهي سبحانه وتعالى ومعسن على قاعدة أنا أبنى شو أحب أنا ودي أجي بيجو لكن وقت لا نودي ذن ويا صلاة عصر وديا مرك هذا لو حمسل وين يا مدير كما ذل هذا الشيخ علي حيدر حفظه الله فليتفضل مشكورا مع جوره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد إلهي وما سن سبحانه وتعالى عليه سكو كان ميشن
ثم وحمد سن مركز كان قيمها بدن يا المبارك إيو والد كيسة أخيارته أرضيدا قروح ذا بدن إمانتي كقل إنجبين إيسا إمانتنا حفلة دميشن بركيس الله قدقى مسجد كيبيت كربي سبحانه وتعالى آدي آد أياني كوكو شكري علنا يا دمانتين إنت كدب ولا ليال طبعا وقتي جانا آد أيونوهيا وحرجيني إن شاء الله تبارك وتعالى المهن مانتي كقل جبيي ميشن وهدانت هدوضة بلود قده إذا كو بدن وآنو حاضرني مال مهن ويو سنة كامبا آن حاضريني وحاي كدومين ينمدو سيدات بلود إلى هل سنين تود حيسا مركا يكا تدوب بلود هدي فرتي كدومين قراءة دي كتاب كينا إيكا آخر سنكران والحمد لله وإيه معاني كي هايين وحانو لنا هاي وادادا شيء ماشاس كسيوت بإذن الله تبارك وتعالى مركز كنا وحا أرجيني إن شاء الله تطور إيهو المر إيهو ماشا ومرا يومانتي مالنتي لفوريين واجوغي مانتينا تدوب بلودا كسوريكتي ومعناها وحا أتاك لنا هاي مريهي مالنتي تدوب بلود كهر معناها لو فريستي أما لو فري إلهي باركم حسن سبحانه وتعالى وحنا رجينا يا إن شاء الله تبارك وتعالى أنت سي إنك بدن المهير كأه مانتي نلوغي ري حفلة دو دا فرت إني دميين وحرجيني السنة الله بس أنا كدبنا إن لوغي رأيكو قرآن كدمي بإذن الله تبارك وتعالى وسارجيني أنت كدب مانتي والدين تأيي بدنا كسعتي أني أقول لكن وعن رواينا صاحب بدأ إله الله هدو إلهي دمو والد كان هل حبي لبا حبا مكمر ناندونا ميدا كوات دوكسياشا نموذج كأه أما معناها محالة ده هاي تصالها أه ولغودة إذا مانتي ميلو بأدوكي جوغان وحي ليهم برنامج كود وعادية والد كنوا أغية أرضي كنوا أغية معلن كأرضي وحولي غاين وأغية وعلى ربا سنة كاس مالنتي انتو عنو قادنا يا ما أرضي قادنا يا إن لو أغادو المها معناها محال داي والد كو إنو أغادو أرضي كو إنو أغادو ويكي إن لو أغادو بش إن لو أغادو سنة كينا إن لو قدفت si loo xisaabtamo xisaabtanka oo u bato waana ku holmaray oo dhan intaas ay ku holmareen iyo inay boqolkiiba boqol macnaha maxaa la dhahay ay il xaqiijiyo programkaas waalidkana waxba ka saarmaya oo haduu maalin la seexdo waxa waye asagay ka jarantay waa inuu keena midalan maalin kale ama qamisto soo celiya ama maalinta ku xigta oo laba cashar keena marka programkaas dugsiyaasha badankood hadda waan u sheegney waana kala hadalnay kuwa fara badan oo aanu la kulnay ama soo marnayna waan kala hadalnay waxaan rajaynayaa insha Allah tabaaraka taala madrasadana barnaamijkeedu inuu cad yahay ama horeyba uu cada ayaa rajaynayaa biidnillaahi tabaaraka taala waalidkan waxa laga rabaa sabar oo lagu sabro waqtigan hadda 7 bilood ee ilmaha wadeen hadii loo 3 bilood ha loo wacamiyo wax ma soo baxayaan oo ay aragto meel kale 3 bilood jagjag lagu siiyay ama 4 bilood jagjag lagu siiyay ay dhahdo wallahi meeshaas anigu xaafadeedaba ayaa dariska ahaynba waxba waa u dhameeyay anigu maxaa meesh u haysan macallinkan waxa ma soo saarayo marka ilaahay haydan barakeeyo waxaan rajaynayaa in lagu sabro la maqlo macallimiinta la socodka macallinka iyo waalidkuna waa daruuri macallinka sheekhana uu ka hadlay imaamka hadaan la isla soconin waxa ma hagaagayo ayagana macnaha maxaa la dhahay programkaas sheekhu bi wuxuu u diyaarsaday alaabo fara badan oo hadda ugu dul akhri anigu ma ku akhri Soomaaligaas tirada badan ma aqaan waxa waye
إلهي خير السيو ومعلنك وحي هردقي برنامج عضو ماشي يالله وانا كفيلي رنهانتي تصالحاس وانا ما ستين انت ساكسو قابينا يا مادام الصلاة دي اي نهيسو هذا البضن بقى يجري لكن السلام عليكم ورحمة الله عبد الله محمد موجي أرضي كوشيغا أرضي كوشيغا عبد الله محمد موجي عبد الله سويستك سو إسبوسي عبد الله محمد موجي أرضي كوشيغا وحوي أحمد لا وحوي ونجيب عبد الفتاح علي نجيب محمد سويستك أحمد وكان وكان أحمد نعم أحمد يا نجيب سويستك نعم أحمد 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 حكمر تاذا واتا يا نجيب شهادة ذواتنا شيخ كسين مارك الودي بو وذات كاس في قدي سوها يستايا واحد وبنا وجيستا إن شاء الله تعالى أرضيك كل حيقة وحاوي محمد عبد النور شيخ يوسف محمد عبد النور شيخ يوسف نكا سوف عام كوي هاي حاجي حاجي كايركا ما قعي صحافة اللو يقان وحاجي أرضي كوحيك واحد ويا معاد أحمد عبد الله معاد أحمد عبد الله معاد شيخ إبراهيمتك هاي معاد أرضي كوحيك واحد ويا محمد عبد حسين محمد عبد حسين سويستاك محمد أدر نعم أرضي كوحيك واحد ويا عبد الله جامع محمد عبد الله يريسو ما شاء الله شو عبد الله عبد الله محمد جامع شو ابراهيم واك عبد الله نحكوا دواده يا هيا واكعكتا انزل لا اميمة عبد المعلم اميمة سويسك شيخ سوسي اميمة اميمة عبد المعلم اميمة أرضيك كويك تواحوي فأنزل على النور عيديد أنزل على النور عيديد أنزل على النور عيديد ما شاء الله وكويك تا فايزة محمد موجي فايزة عن حق سعادر شيق أوتك أنزل شيق أوتك حقنا وجسيا حق سيسعى هاي فايزة أنت مو وكويك قواد كويك توا أنزل أنزل حسين أنزل حسن حسين أنزل حسن حسين أنزل شيخ قوتك مرقر وكويك حمزة عبد الله عبد الرحمن أما عبد الله عذر حمزة ونكاير وكم واحد أنت مو وقي سنوك حمزة يا أرضيك نعود دمبيال كان ما أرضيك وحوي ومحمد يوسف محمود محمد أوي نعم خلاص الإمام الكريم وأنا أن هل كان أغيره خنتي إلهي سبحانه وتعالى وحن وافجيي ونسيي معلم مدالاء أنا وحنا هاي رجولا ميجا كسو برباري جيل راعي جري يلا أضا مرك هذا كارو حالي يلا أضا با أو من يالي رنيكو كأروري لها وحنون زيها
لودي وي هذا شو وحي تري حنون مقرأ هل سوق جوبي هاي أروريت دكسي جاء تدور بلاد ومركز كأفرية هاي مع الحمزة نيك إلمها صوص عاري ولقي مجوينين فصحنا مقعدين حسنا كم صداهم مركا أنا جا مركز هان أول مريم أنا قلت لك قلني إذن كوالدين تعال أول مريم دين وين كسبينا أولها مع الحمزة مركو حانو يري يا مع الحمزة سودو حمزة بارك الله فيك شطاد وين مسافر أنا خويتر الشيخ بارك الله فيك بارك الله فيك الله يحفظك أخي الله يحفظك ومعلن المدالة وين كان ننفض ما إن شاء الله تعالى إلى هذا بركة صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا ما سنتين كل